ما اعرفش حد من الاسم ده. انا الاعتم يا الام دي، افتح بقى. طب اديني اماره ان انت ابراهيم الاعتم. يعني اظهرت لك ولا اطبل لك عشان هتعرف ان انا ابراهيم الاعتم؟ يا سلام، ايه ده؟ ايه اللي بيهزر من ورا باب الخشب ده؟ باماره العلقه اللي كلتها امبارح في السيده زينب. طب ودي اماره من المنطقه كلها عرفت ان انا اتروقت من امبارح. اديني اماره ثانيه. اماره ثانيه؟ اه، بأمارة الشنطة. حبيبي الأعظم، حبيبي الأعظم. نعم، ارغي عم الأمور. الله الله الله، أنت نسيت ولا إيه يا لمبي؟ مش إحنا متفقين إنك هتعمل كبيري وقدوتي وتيجي معايا تخطب لي الليلة؟ آه، أجي معاك أخطب لك الليلة. أنت ما تعرفنيش غير لما أكون في مصلحة. لما أكون في مصلحة تعرفني. خلاص بقى يا لمبي بقى. خلاص بقى، صح؟ دوختني عليك 13 عشان دين صغير في رقبتك. فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضعب ايه يا؟ فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ يا لمبي عيب عيب. عيب عيب، وانا بقول لك كلام سكس. فين ال 15 جنيه؟ معيش يا لمبي. معاك فا. لان انت كده بقى بتعمل عليا فردة وبتبلطج عليا. يا لمبي. ال 15 جنيه. ال 15 جنيه. والله العظيم هطلع لك من اخرك. طلبت خرام ومرخينا. لا لا، خدها على ما عفنا. خلاص اخد، انت بقى صاحبي وحبيبي وجدعنا. يلا بينا يا عم على النار. للدعوة كله كان امبارح للجدن حرمان وقاسية. اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير. بص يلا بقى، حانتكك من عند عمك زقرم، لان حاجه هنجح. سلام عليك يا عم زقرم. مرحبا يا لمبي. مرحبا بابا. والنبي عايزين نخرب بيتك عجله. والنبي عايزين نشارك الواد ده كده وننجهه يعني. علينا. يبقى بني ادم يعني. هتؤمر. خش يا حيوان. مش عارف كده، حاسس ان في حاجه غلط. بس شايف الوجع؟ وجع وجع. وحيت ابوك الحلو كده. والله يا بنت هتشكر بذوقي. عيب. وخدها يا احمد 15 جنيه يا عم اللي كنت واخدها منك عشان خاطر اللي عندك. انت حي مننا انا نوتك في ليلتك يا احمد. ايه ده يا لمبي؟ انت اخويا بحقه حقيقي يا لمبي. امال ايه يعني؟ اخويا يا لمبي مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص مصدقش كده. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص يا. مش مصدق نفسي. ما خلصت الغباوه دي. مش مخلص الغباوه بتاعت ابوك. مش مخلص الغباوه بتاعت اعوذ بالله. اقعد يا عم انت وهو. اقعد. ليه؟ مين بقى العروسه؟ مين بقى في ثلاث موزز دول عشان ما اجيش على حق صاحبي يعني؟ الرابعه. ياد الثلاثه ياد بين ياد الثلاثه. مين واحده في الثلاثه عندي؟ الرابعه يا لمبي. ايه دي؟ اه هي. تصدق انا شكل البني ادمين بالظبط؟ ايه لازم انت واخد سنك السودا دي؟ بحبها يا لمبي، بحبها. طب خلاص طب خلاص، يا ريت انك بتتزفت بتتبعث، بس لازم تضمن حقك. ايوه طبعا. اللي هتقول لي از؟ لا مفيش از، لازم تضمن حقك. وده واجبي انا عليا كصاحب. ها؟ قبل ما يقع في الخطيئه لازم اقول له دي ماده بواعه قنديالات. كميالات؟ وانا اشتريت الثلاجه يا لمبي. يا ده افهم، يا دي الثلاجه على الاقل ليها ضمان، انما دي شكلها متخزنه بقالها كتير ملهاش ورق. الدمارك مفيش. فانت ماشي؟ انا بحبها يا لمبي، لو ما خدتهاش هموت نفسي. يا ابني انت كده كده متنيل على عينك ميت. الله، انا عندي تتجوز ابن عمك يا اخي ارحم. يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا احتم اختنا سمير اربط، و ربنا سامحنا على الجريمه اللي احنا نعملها في الكون دي، بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. فاحنا كنا بنستاذن ساعتهم حضرتك.
نعم؟ على ايه؟ على ان شاء الله يبقى التاسع يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبة وتكتك تاك شكبة وتكبك. ايه اللي قلت ايه؟ على ايه؟ على ايه يا عم الله؟ ايه اللحام اللي في وشه ده؟ دي حادثة قديمة. حادثة قديمة يعني سحبوهم تحت ديجو ولا ايه؟ معلش يا لبيب استحمله استحمله عشان خاطر عشان خاطر ربنا هستعمله اللي استعملك انت. معلش يا لبيب خلاص انت عبطني ولا ايه؟ معلش يا لبيب بعد ما انت بدأت تقوي يا لبيب تقص واخد بالك يا عم المرحوم؟ احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة وعايزين ندخل الحلة والغطا في بعض. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجاع؟ نعم؟ كويس من اي ارتجاع؟ لا يلا يا عم يلا يا عم ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده بيحلم وهو قاعد يا عم لها تنفلتك الصعبة. معلش يا لمبي لمبي وزفت ايه؟ عشان خاطري يا جوزة دي مش هتلم يا عم ما ينفعش ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي هتخليه في مفرد الجزمة ولا حاجة انت جايبنا في انت جايبنا في لمبي فين الفلوس والمجوهرات اللي كانوا في الشنطة لمبي والله العظيم كان في مجوهرات ولا في أي حاجة في الشنطة بتاعت الضابط هاتوه إنما سجنتك يا لمبي عشان تعرف إن أنا عمك أخ أبوك كلام والله هاتوه والله بتاعت الضابط مش سمعتش حاجة والجواز يا لمبي أما أنا جوازي ما كانت لازم تنتهي معايا الصوتة دي الله يخليك ما تسويش يا لمبي وأنا استفدت صبرك كما عودناكم أعزائي المشاهدين نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة نتعرف عليك؟ اسمي اللندي عندك كم سنة؟ مش عارف بس أنا عايش بقالي كتير تهمتك إيه؟ تهمت سعادتك أن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضر وإيه لو سمحت؟ غصب يعني غصب عني يعني ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه سعادتك وطردني في الشارع برضه غصب وتضر وانا ما رضيتش اتكلم ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي راح ضربني بالبوان في وشي وراح حاببني من كتفي وراح ظرفني نص كده نزلت على ودن سنجيت بقى وضح لو سمحت وضح وسنجيت يعني ترشيت سعادتك وانا كان ممكن امد ايدي عليه ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله انما ما رضيتش لانه ده مهمن كان برضه عمي والناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا والدنيا دي سعادتك امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس ايه ده وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ لا سعاده حضره المزمزيل هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيك من بتاع الاسهال وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكة وقشف كوخة عايزين اطلع الطيار طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقة منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمة اللي تفيد وأطلب في نهاية البرنامج أغنية لأم العزيزة سيد الحبايب يا حنانة نمتع صامت يا مسجون الصوت فكر ايه الكلاب بتجيب من رجلين ساعات مش لابس طاية ليه بسرعة طلع لسان ها لسان الطاية يا مسجون لسان الطاية لسان الطاية اهو اهو البس طاية البس طاية حد كله يتحرك
شايف خلق جديدة موجودة النهاردة وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا، أحب أعرفكم بنفسي، أنا رياض المنفلوطي، أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خطة واحدة نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين، أحبك. يا سلام تبقى صاحبي حبيبي. تغلط يا ويلك يا ويلك ويا سواد ليلك. هعصرك تنسل مساجين صغيرين. أحب أقول لكم إن السجن هنا التزام. احترس احترس مني، هتلاقيني بنط لك في كل مكان، في زنزانتك، في فرشتك، في نومك، في حلمك، هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هتقول الكلب ده دوني على مكتبي. ايه يا عم انت هتاكلني ولا ايه؟ والله انا بريء. واقف تتنطط لي في الطابور زي الكره الجل يا عطري. الحقوني يا باب، الحقوني. امشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه بسرعه على زنزانتك يا كلب بسرعه. الله يعمل زنزانه الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجه، اهم حاجه هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتك تعدي على خير. يتوزعوا الزلازل. تمام يا فندم. يلا بسرعة. وأنت يا ابني أنت وهو، طبعًا محدش قدكم. آخر ليلة تبقى في السجن. يتوزعوا على عنبر الإفراج. يلا. خش على الطابور. يا عم انتوا بتجبروا ليه كده؟ خلاص مروحين. ما انا واحد ايه؟ هات لي افراج يا راجل. والله ما كنت حاسس ان انا مريض. اجمد يا دكتور اجمد. دراعي يا فندم، دراعي دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك، خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبيه ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنه اضربها في دراع سعادتك والسرنجه تتني. هدي نفسك يا فندم، العصبيه دي مش هتجيب اي نتيجه. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم، انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حاله سعادتك. المره اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حاله زبط سعادتك. لا لا، الدواء المره دي مستورد، ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفه يا فندم، يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفه، والشفه نزلت 24 ساعه بس ونطر الثاني لزقت في مناخيري. اعمل معروف، انا مش هعيش حياتي كلها بق موارب، البنت مش عارف ابوسها. يا فندم الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا هتفتح لي طوارة. يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك، بره يا كلب. لا جال. نعم اجازة. نعم اجازة. اجازة؟ ايوه. يعني ايه اجازة؟ بقالي شهر ما نزلتش. شهر ايه؟ بقالك شهر ما يعني ايه بقالك شهر ما نزلتش؟ انا بقالي سنتين، سنتين هنا ما نزلتش. بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. انا اسف فندم. يعني ايه اجازة؟ انا اسف فندم. ايه الحلال اللي انت فيه ده؟ غريب قوي. تمام يا فندم. نعم. ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين.
وده الكشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فنان، بقى سعادتك استريح خالص. ميرسي يا ادهم. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي. واضح ان يا ادهم خلاص ميرسي قلت. الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبه يا فندم لمسجون زنزانه 74 ليه شويه طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفه ابتدت تتحرك بطريقه غريبه وطبيعيه. ايه المطلوب يا ادهم خلص. هو يا فندم بعد اذن سعادتك. يا ادهم. حاضر يا فندم. عاوز يدخل الزنزانه شويه اجهزه، يعني سخان شاي، كاسيت، تلفزيون. اوكي. مش عايز دي في دي؟ نعم. دي في دي نجيب له دي في دي. هو متهيألي عنده بطاطين كفايه، مش محتاج الدي في دي ده. الموبايل يبقى كده تمام. تمام، بسيطه جدا. موبايل ايه المشكله يا ادهم؟ نجيب له موبايل يعني. أيوه. على اللي يتصل بالاولاد كويس، ويبقى تجيب بالمره صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانه، وناخد له زنزانه اجار جديد، واحده بتطل على البحر والثانيه بتطل على الشارع. ده عند امه. عند امه يا ادهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص يبقى كلامي يتسمع زيه زي بقيه زمايله. حاضر يا فندم. ادهم اختار مواضيعك معايا واحصل. اتفضل. تمام يا فندم. ادهم لاخر مره هقولها لك، حركه الترقيات قربت، خلي دوسيهك يعدي على خير. واظن انت محتاج الترقيه دي عشان ترفع من معاشك. مش هقول لك اكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائيه وكملت وخدت ليسانس صراف. تمام يا فندم. يا باشا بالنسبه لاجازه الصول. اجازات مفيش يعني. انا قلت اجازات مفيش يعني مفيش. يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها. يا سيدي في جنبها، في ظهرها، في كتفها. انا خلاص قلت مفيش اجازات يا هاني. الله. يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها، لازم ينزل يطمن عليها. هاني يا هاني، انا حمشت الموضوع ده عشان خاطر عيونك انت بس. ربنا يخليك يا باشا. انما ارجوك ما تتدخلش في مواضيع تاني. خلاص يا باشا. ما تحرجنيش يا هاني. خلاص كده. خلاص يا باشا. يبقى ابعت لي الطلب على هنا. لا الطلب اهو يا باشا، وادي الالف كمان يا هاني. في كي دور. انت غريب غريب يا هاني انت. يا ساتر. ده مش كده تاني مره. ربنا يخليك يا باشا. انا فاهمه ان هو يفهم مراته ما تعيش تاني، والا يطلعها بقى ويلتفت لجمله. لا يا باشا اوامر سيادتك. ماشي. طب غريب هاني. خلي الحيوان ده يخف شويه من على البنزين. لا يا فندم، دي اموال حكومه. ويلا فضل روح، انا مش مسافر. فضل هتوصلني؟ هركب طياره انا. حلو قوي الكلام ده يعني. حلو قوي. يعني ايه شكيناس بنتي انا اللي بتحمل اسمي رياض باشا المنفلوطي، حامل التاريخ، حامل اللواء، تنحرف البنت اللي تعبت في تربيتها واللي بذلت مجهود اكبر في خلفتها، يجي اليوم عليها انها تنحرف. يا نهار اسود يا نهار اسود. كل ده عشان بنتك جت عند مامي النهارده. ما هي لو حداد بس ماشي.